سيد بشير، يعني كما تحدثت مع ضيفي الصحفي أحمد كامل بأن المشهد الذي تعرض له ولي العهد محمد بن سلمان مشهد التهميش الذي تعرض له من معظم قادة الدول، ولكن لن يمكنني أن أقول كل القادة لأن كل منهم يحمل مشهد أو يحمل طابع مختلف عن الآخر. وبالرجوع إلى الوراء بما حدث من هولندا ومن الدنمارك ومن ألمانيا بخصوص وقف صادرات الأسلحة، أريد أن أستفسر منك في هذه الحالة عن قراءاتك لتعاطي دول العالم أو زعماء العالم مع محمد بن سلمان. أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين. ثانيا، نحن أصبحنا نرى بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود التي بذلت من الإعلام ومن رابطة أصدقاء خاشقشي أنه أصبح فيه تحولات كبيرة جدا في العالم لهذه القضية ولنظرة إلى حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بقضية خاشقجي وقضية اليمن، هذا الجرح الدامي الذي انتبه له الناس الآن بعد قضية خاشقجي. وأصبحت تتنادى كثير من الدول لمنع التسليح وبيع الأسلحة للنظام السعودي الفاشي، النظام الذي يقتل آلاف وبالعشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء في اليمن. وهذه الحركة شيء طيب وشيء يفرح الأحرار في جميع أنحاء العالم. نتمنى أن يكون في زيادة من الضغط من الشعوب ومن حركات التحرر ومن المنظمات حقوق الإنسان على هذه الدول جميعا أن توقف بيع الأسلحة، بل التعامل مع هذه الحكومات الظالمة، الحكومات التي تقتل شعوبها أولا وتنتهك حقوق الإنسان في داخل بلادها أولا ثم تنتهك حقوق الإنسان في الدول الأخرى.